شباب حبينا اليوم نسوي مبادرة حلوة من بغداد ومن كل أماكن بالعراق، نجتمع سوية ونسوي رسائل إلى أهلنا في نينوى. صراحة ما مصدقاني يعني أنه الموضوع بات أن يصبح حقيقة وتصل الرسائل فعلا إلى المقصودين. لما كتبنا هذه الرسائل وجمعناها على مدار شهر في عدة محافظات من العراق الحبيب، كان عندنا تخوف أنه هاي الرسائل شلون راح توصل وشلون راح يتعاونون وشلون راح يقبلون بفكرتنا وشلون راح يعني عدة مخاوف بالحقيقة، لكن تفاجئنا وانصدمنا على قد ما الرسائل كانت حلوة، على قد ما كان تعاون طيران الجيش العراقي أعظم بصراحة.